لكل مريض وضع خاص به يختلف عن المرضى الآخرين، وخاصة الأشخاص اللي يعانوا من مشاكل في الجهاز الهضمي، لأن هذا الجهاز وحده الكثير من المشاكل اللي قد تتفاقم في حال لم نتبع إرشادات الطبيب وتعليماته في الحمية أو النظام الغذائي اللي حدد لنا. لكن بإمكاننا خلال شهر رمضان التقليل من الآثار الجانبية لمشاكل الجهاز الهضمي عن طريق بعض الأمور البسيطة اللي يجب اتباعها خلال فترة السحور أو الفطور، فلنتعرف عليها مع بعض في هذا التقرير. من أهم النصائح التي يمكن تقديمها للصائمين للمحافظة على صحة الجهاز الهضمي في رمضان هو ضرورة تقسيم وجبة الأفطار على مرتين لضمان تناول كميات قليلة وعدم التعرض للانتفاخ وتحسين الهضم وعدم الاستمرار في تناول الطعام بمجرد الشعور بالشبع، إلى جانب ضرورة تناول كميات كافية من الماء بشكل منتظم خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، وتجنب تناول كميات الدهون والمقليات بكثرة، إضافة إلى الاعتماد على الأطعمة المشوية والألياف مثل السلطة الخضراء والفواكه والكربوهيدرات لضمان الحفاظ على مستوى السكر في الدم أثناء ساعة الصيام. كما ينصح بتجنب تناول الحلويات في وجبة السحور لأنها تتسبب في الإحساس بالعطش وعسر الهضم لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون، فيما يجب تناول المخللات والتوابل لأنها تسبب الحموضة خلال شهر رمضان. فيما يجب تجنب المخللات والتوابل لأنها تتسبب في الحموضة خلال شهر رمضان. ومن المهم أيضا عدم النوم مباشرة بعد السحور، وضرورة ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة بعد الإفطار بساعتين على الأقل. الجهاز الهضمي يأخذ فترة راحة لأكثر من 12 ساعة، وهذا يريح الأعضاء والكولون بوجه عام خلال شهر رمضان، فالمشكلة هنا ليست في الصيام ولكن في العادات الخاطئة التي يتبعها المريض، ومن بينها تناول كميات كبيرة من الطعام فجأة بعد صيام دام ساعات طويلة فيصاب بتلبك معوي وحرقان وغيره من الأعراض. أما الارتجاع الحامضي في رمضان فيعود أيضا إلى تناول أطعمة غير مناسبة أو تناول الطعام قبل النوم مباشرة كما يحدث في السحور، مما يزيد أفراز الحمض المعدي، في حين أن مريض الارتجاع الحامضي لابد أن تكون آخر وجبة له قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل. ولذلك ينصح بتناول طعام خفيف لا يحتوي على زيوت أو بهارات أو شطة. أما مريض قرحة المعدة والاثني عشر النشطة فينصحهم الأطباء بعدم الصيام لأنه يحتاج إلى تناول الطعام على فترات لمعادلة حمض المعدة. أما مريض جرثومة المعدة فيمكنه الصيام مع تناول الأدوية في مواعيد الإفطار. فيما يكون المصابون بالكولون العصبي المصاحب للإمساك لبرنامج علاجي خاص في رمضان، حيث يجب تناول ألياف كثيرة مثل السلطة الخضراء والزبادي والبطيخ والإكثار من تناول السوائل، خاصة وأن فترات الصيام هذا العام قد تصل إلى 14 ساعة. ويفضل لمريض القولون أن يقسم وجباته بحيث لا تمتلئ بطنه، وبذلك يكون إفطاره عبارة عن تمرة وقليل من اللبن، وبعد فترة يتناول بعض الطعام مع تجنب المخللات والشطة والكاكاوية لأنها تهيج القولون. مرض السكر يؤثر على كل أجهزة الجسم ومن بينها الجهاز الهضمي، حيث يتسبب في اضطراب حركية المريء وكذلك حدوث ارتجاع المريء ونقص حركية المعدة واضطراب الأمعاء. وكلما زادت درجة عدم انضباط السكر كلما زادت أعراض المرض وارتجاع المريء، والعلاج في هذه الحالة يكون بضبط مستوى السكر في الدم واستخدام الأدوية التي تحسن حركية الجهاز الهضمي والأدوية التي تقلل من إفراز الحمض داخل المعدة أو تعادل وجوده. الصيام بالنسبة لمريض قرحة المعدة مريح على عكس مريض قرحة الاثنى عشر. المرضى هادم لازم يكونوا حذرين من تناول أي طعام يحتوي على شطة أو فلفل أو بصل أو ثوم، ويجب أيضاً على مرضى الجهاز الهضمي الانتباه من تناول مسكنات خاصة الأسبرين. أما مرضى ارتجاع المريء فننصحهم أو ينصحهم الأطباء بعدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين، كما يجب عليهم النوم على وسادة مرتفعة بدرجة 45 سنتيمتر، ويجب عليهم أيضاً تناول الأدوية اللي تقوي مناعة المريء مع الانتباه من تناول الأطعمة الحمضية زي الشوكولاتة والنعناع والأطعمة اللي تحتوي على شطة. ما العلاقة بين المعدة والصحة العقلية؟ على الرغم من المشاكل العديدة اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي،
بسبب حساسية عمل الدائم دون توقف، إلى أن العديد من الأبحاث تعتبر هذا الجهاز بمثابة الدماغ الثاني للإنسان، فهو يتأثر وينفعل حتى إنه يشعر ويحس كذلك. اخترنا لكم اليوم هذه الدراسة المثيرة واللي ربطت بين خلايا موجودة في المعدة وبين الصحة العقلية والنفسية للإنسان. انتابعوا. كشف فريق من الباحثين بعدد من الجامعات والمراكز في بلجيكا وهولندا وجود تأثير إيجابي لنوعين من البكتيريا المعوية على الحالة النفسية للإنسان. وأثبت الباحثون في الدراسة التي نشرتها دورية نيتشر ميكروبولوجي أن كلا من بكتيريا المكورة البرازية وبكتيريا دياليستر تؤديان دورا بارزا في جودة الحياة النفسية. وقد لوحظ عدم توافر هذين النوعين من البكتيريا المضادة للالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب. إن العلاقة بين البكتيريا المعوية والصحة العقلية أحد أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام والجدل في الأبحاث الخاصة بالكائنات الدقيقة المتعايشة مع الإنسان مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات، والتي تعرف مجتمعة باسم الميكروبيوم. لقد تم بالفعل اكتشاف تأثير ما يجري في القناة الهضمية على دماغ العديد من حيوانات التجارب، ولكن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تجرى على البشر لتحديد الصلة بين بكتيريا الأمعاء والصحة العقلية. نتائج الدراسة كشفت عن وجود ارتباط بين نوعين من البكتيريا المعوية ومرض الاكتئاب تحديداً، ووفرت دليلاً على أن تلك البكتيريا قد تنتج مركبات محفزة عصبياً. وقال جيروين رايس عالم النظم البيولوجية في جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية والباحث الرئيسي في الدراسة، إن الدراسات التي تتناول العلاقة بين تلك البكتيريا وأنشطة المخ من أكثر الدراسات تشويقاً، وتمت بالفعل على العديد من الحيوانات. هذه أول دراسة موسعة تجرى على الإنسان، وأشعر بأن النتائج التي توصلنا إليها قوية للغاية. ومن جهته يرى رايس أن فكرة التفاعل بين المستقبلات الجرثومية والدماغ وبالتالي المشاعر والسلوك مثيرة للاهتمام، وأن البكتيريا التي جرى تحديدها من خلال الدراسات مرشحة بصورة جديدة لأداء مهمة تطوير الجيل القادم من مكملات البروبيوتيك، والتي تعد مخصبات نباتية طبيعية تعمل على تحفيز نمو البكتيريا في الأمعاء، ومشدداً على أنه لا يزال هنالك الكثير من العمل للقيام به. يفاجئنا العلم يومياً بالأبحاث والدراسات المثيرة، أو بالأحرى يمكن القول أن جسم الإنسان وطبيعته تفاجئنا بشكل يومي على الرغم من تطور الهائل للعلم والتكنولوجيا. لكن رغم ذلك يقف العلماء عاجزين أمام الكثير من الأمور المتعلقة بجسم الإنسان وكيفية نشأته وطريقة عمله، فهو الآلة الوحيدة اللي بإمكانها أنها تعمل على مدار سنوات بشكل مستمر دون توقف حتى لو كان الإنسان نائم. وبهيك مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من برنامج صحتك علينا. في هذه الحلقة تكلمنا عن المشاكل اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي، تكلمنا عن قرحة المعدة والاثنى عشر والفرق بينهم، وأكيد إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدراسة اللي طرحناها بخصوص هذا الموضوع وتكونوا لقيتوا الفائدة والمتعة في هذه الحلقة. في الختام تقبلوا تحياتي محمد شيبة، نتلاقوا غدوة في نفس الموعد وحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج صحتك علينا.